السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ويا رب يكون الجميع بخير ويوم جديد وبداية جديدة. وحنيجي نتكلم ما شاء الله تبارك الله، نشوف اللي هي المونستيرا مانكي فيس. شوفوا حجمها ما شاء الله بالنسبة ليدي، هذه ورقتها. هذا طبعا اللي يعني حضر معايا زراعتها سواء في الانستغرام او في السناب شات بيشوف حجمها. شوفوا قدي صارت ايه ما شاء الله تبارك الله بالنسبة ليدي. سامحونا عاد على التصوير، ولكن هذا المتوفر. شوفوا قدي ما شاء الله حصلت. انا حبيت اصورها عشان نكون على ارض الواقع ونشوفها. الحاجات اللي انا يعلم الله بعرضها في متجري او للبيع هي نفسها الحاجات اللي هي موجودة عندي في منزلي اللي انا بقتنيها. فماشي اللهم لك الحمد والشكر على الموضوع انه انا اخوض التجربة وانصح بالحاجات اللي هي موجودة عندي. حب الاخي كما تحب نفسك، واتجنب اللهم لك الحمد والشكر كلمة اللي هي قالوا وسمعنا. انا بخيط التجربة وبجربها. شوفوا هذه الثانية ما شاء الله قد ايه حجمها، قد ايه نموات جديدة فيها. هذه من النباتات القوية، شوفوا ما شاء الله تبارك الله كلها نموات جديدة. هذه نعمة من الله كبيرة، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طبعا هذا اللي انتم شايفينها اللي هي المنيراتا، للأسف في البعض يرغب في اللون الثاني، فأنا لأنه هاوي نبات فما عندي مشكلة أنه أنا أقتني نباتاتي وأحطها، ولكن ما عندي مشكلة كذلك أنه أنا أعرضها للبيع كاملة زي ما هي في هذا الحوض، ما عندي أي مشاكل في الموضوع اللهم لك الحمد والشكر يعني. طيب هنيجي نشوف هذه اللي هي عصفور الجنة الملكي، كذلك اقتنيتها أنا لأنه عرضتها في متجري وما مشيت معايا، ولكن الحمد لله في بيتي أهي جميلة جدا. ثلاثة حطيت نبتات، طبعا هي تكبر وتصير كبيرة جدا، وهي من أرقى أنواع النبات وتعتبر غالية بسبب أنها بعد 4 أو 5 سنوات تعطي الوردة اللي هي على شكل عصفور أو على شكل طائر، سبحان الله، لذلك سعرها مرتفع. نيجي نشوف هذا الفيكس اللي هي عندي أو فيكس المطاط ما شاء الله تبارك الله، اللي حضر معي في السناب أو في الانستغرامي كان بتابعني. أهي نموات جديدة تجردتها تماما من الأوراق، شوفوا أهي تبدأ تطلع نموات جديدة. هذه أوراقها كانت صغيرة، كانت تعبانة عندي، اللي كان كذلك بتابعني وبيشوف إنه غبت عنها فترة ما يقارب 7 أشهر، كنت خارج الدولة والحمد لله رجعت أعتني فيها. أهي الحمد لله نشوف 1، 2، 3 عندنا نموات جديدة. هذه ساق واحد، شوفوا الساق الثاني فيها نموتين، في هنا عندنا نموة الحمد لله. يعلم الله إنه أنا بستخدم لها كذلك سماد اللي هو الأصابع، موجود في صفحتي وعرضته. كل المنتجات أو الأغلب منها الحمد لله أنا بستخدمها لنفسي، ويعلم الله بنمشي زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه حب الأخي كما تحب لنفسي. هذا الديفنباخي حقتي أهي نشوفها، اللي كان شايفها من أول عندي أهي ما شاء الله تبارك الله الآن كيف شكلها جميل أصبحت. يعلم الله كذلك اللي شاف فيديو أنه أنا هددتهم هذول الاثنين، إذا معي يعني يكونوا أفضل من كذا كنت هنقولهم من الحوض هذا. طيب هنيجي نشوف هذه اللي هي الباراسيلا اللي هي نوع من أنواع الفلدندروم ما شاء الله عندي، قد إيه صار حجمها وقد إيه كبرت ما شاء الله تبارك الله وامتدت داخل الحوض ما شاء الله وأصبحت كبيرة. بالإضافة إلى هذا البوتس حقي ذكر الله واجب، استخدمنا له كذلك نوعين من السماد أصابع، واللي شافوا تاني مرة في الفيديو. وهذه اللي هي البفتة الهولندي اهي نفسها اللي انا بعرضها في متجري، اهي مزهرة عندي. هذه كذلك اهي نبات السجاد، في ناس مو مصدقين انها تكبر وتصبح شجيرات او شجر بالاصح، وكل اللهم لك الحمد والشكر يا رب بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم حنرجع نقول اضاءة جيدة، تهوية جيدة، سقاية جيدة، اهتمام، ان شاء الله نباتاتنا تصبح جميلة وكويسة، وهذه نعمة من الله اللهم لك الحمد والشكر يا رب. فما في شيء موجود عندي في المتجر إلا أكون أنا قيدي اقتنيته اللهم لك الحمد والشكر. هذه البوتس العملاق اللي شافها عندي أهي ما شاء الله تبارك الله، أوراقها كيف جميلة، ما فيها أي مشاكل، نعمة من الله لأنها مواجهة للشمس. بوتسي اللهم لك الحمد والشكر، حقة السبايدر أهي، حقة المونستيرا ما شاء الله تبارك الله العادية أهي،
كله الحمد لله نباتاتي نعمة من الله وفضل. هذه كذلك في الدران اللي شافها كيف كانت تعبانة، أهي أوراق جديدة، شوف القديمة كيف كانت محروقة معدومة مدمرة، ولكن أشياء جديدة. والله يعطيكم ألف عافية.